أيضاً على ظهر الذيبة للشوط الماضي المركز الأول أيضاً، وانطلق هذا الشوط بحفظ الله ورعايته واندفاع هذا الشوط. نتابع وإياكم هذه الانطلاقة مع القعدان المشاركة وهذه الاندفاع في هذا اليوم. نتابع المراكز الأولى المتقدمة، ونتابع هناك الريان على المركز الأول، الريان لأحمد بن علي السبيعي على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، بينما أيضا الخطورة والقدوم مع المركز الثاني، ومع أيضا هناك شاهين الأسمر لعبد الله بن علي آل يحيى المري على المركز الثاني والمركز الثالث، والقدوم هناك من الشبابي مبارك بن راشد العاوي ومع أبو علي اللحوي على المركز الثالث. المركز الرابع هناك مشهور لمحمد بن سالم المري على المركز الرابع، والمركز الخامس هنا القدوم مع شاهين لجر الله بن سالم بن ذروه المري. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، 700 متر عن النهاية، وأيضا المقدمة هناك مع الريان يتجول بناموس هذا الشوط في المقدمة وفي صدارة هذا الشوط. نتابع وإياكم الريان لأحمد بن علي السبيعي، بينما المركز الثاني اللي هو شاهين على المركز الثاني مع عبد الله بن علي بن يحيى المري أحد الشباب الصغار في التضمير، وأيضا هنا مع المركز الثاني، بينما النقلة على المركز الثالث هناك الشبابي مبارك بن راشد العاوي. ولكن نعود إلى الريان الريان على المركز الأول، الريان على المقدمة. تهانينا للسبيعي أحمد بن علي السبيعي مع الميتين متر الأخيرة، ونسلم أيضا على بن جرحب، والنقطة الثانية في رصيدك يا بن جرحب والسبيعي. تهانينا وين ما يسكن السبيعي مع الريان اللي فاز في هذا الشوط وانتزع ناموس هذا الشوط. تهانينا لأحمد بن علي السبيعي، وتهانينا لحمد بن محمد بن جرحب المري على فوزه أيضا بناموس الريان المركز الثاني، هنا مع مبارك بن راشد العاوي وأبو علي اللحوي المركز الثالث، شاهين لعبد الله بن علي بن يحيى المري.